السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم أيها الأصدقاء والكرام في كل مكان مع هذا الموعد التقني الجديد. موعد اليوم إن شاء الله سوف أريكم هذا لابومب دي سودي، يعني هذا لابومب أصدقائي الكرام فوظيفتها هي إزالة اللحام على المركبات الإلكترونية، يعني هذه نفس الدور ولكن هذه تحتاج إلى مكواد، يعني تحتاج إلى تسخين المكونات ثم يعني تقوم باستخراج اللحام لتستخرج المكون بشكل نظيف بدون أن تحترق البوردة. بالتالي فهذه القطعة ثمنها رخيص، يعني ليست بغالية، هنالك يعني قطع أخرى مشابهة مرتفعة الثمن، سأترك لكم روابط كل هذه القطع في صندوق الوصف طبيعة الحال. هذه القطعة هي تقوم بتسخين المكون الإلكتروني ثم تقوم بإزالة اللحام عليه وتزيل المكون بكل سلاسة وسهولة. إذا سنقوم مباشرة يعني بفتح يعني القطعة، هكذا ستشاهدون أنها تتوفر على كابل ثم كذلك تتوفر على هاد لابومب، يعني مباشرة فعندما يتم تسخين الرأس الكاوية تقوم مباشرة بوضعه على المكون ثم تقوم مباشرة بالضغط على هذا الزر، فعند الضغط على هذا الزر صديقي الكريم فأنت تقوم مباشرة بسحب اللحام ثم تقوم باستخراجه، يعني هذه طبيعة الحال من بين الأمور الإيجابية التي يعني يوفرها هاد لابومب الكهربائي. إذا سأريكم تجربة صغيرة على طريقة اشتغاله. إذا أصدقائي الكرام فبالنسبة للطريقة التقليدية أو الطريقة التي سنستخدم، فأولا فمثلا إذا كان اللحام ضعيف في المركب الإلكتروني يعني نقوم فقط يعني بتطعيمه يعني بالقليل من اللحام، يعني بهذه الطريقة يعني نقوم فقط بتطعيم المركب يعني بالقليل فقط كما تشاهدون، ثم يعني نأتي بهذا البومب، هي بومب تقليدية، يعني عندما نضع مباشرة رأس المكوات هكذا نقوم مباشرة بتقريبها ثم نزيل اللحام، يعني حتى يعني يتم تسخينها. لاحظوا معي أزلت اللحام. أما بالنسبة للطريقة الثانية أصدقائي الكرام فنحن سوف نستغني عن هذا البومب وسنستخدم يعني هذا البومب الكهربائي، ثم مباشرة يعني تضعها يعني في المركب الإلكتروني أو القطعة الإلكترونية التي تريد أن تزيل عليها اللحام، يعني هكذا. لاحظوا معي لقد تم إزالة جزء من اللحام، ثم يعني تضعها مباشرة فوق إحدى يعني المسارات الخاصة بالمركب الإلكتروني، ثم سنقوم بالضغط على الزر وسوف نزيل اللحام كما هو ظاهر لكم. لاحظوا معي سهولة تامة، يعني نزيل اللحام بأبسط طريقة، ثم أخي الكريم سوف تزيل يعني مركباتك يعني بسهولة تامة، يعني هذا مركب هكذا تم إزالته من البوردة كما تلاحظون. يعني أصدقائي الكرام هذه طريقة بسيطة جدا، يعني خصوصا يعني بالنسبة للمبتدئين، يعني تستطيع كذلك الاستعانة بهذه القطعة بدلا يعني من يعني لابومب التقليدية والتي يعني تقوم مباشرة بإزالة اللحام بالتزامن مع آلة المكوات أو لا المكوات. إذا أتمنى من صديق القلب أن تعجبكم حلقة هذا اليوم، وعلى فكرة فالقطعة عندما تشتريها لأول مرة فمن الضروري أن تطلق بعضا من الدخان لأنه يكون احتراق على المستوى المكونات الداخلية. إذا أصدقائي الكرام فمن عجب يعني من أعجبه المنتج سأترك لكم رابطه في صندوق الوصف، وكذلك سأترك لكم منتج آخر يعني بثمن مرتفع لمن يريد شراؤه من الموقع الإلكتروني الخاص ببانكود، والرابط فهو رابط إحالة على فكرة، فلمن يريد أن يساهم يعني ولو يعني بالقليل يعني بالنسبة لقناة ساعة التقنية تستطيع الدخول للرابط ثم يعني تقوم بشراء المنتج إن أحببته. أرجو من الله أن أكون قد وفقت معكم في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو. لا تنسى تشريفي بزر لايك سبسكرايب للقناة إذا كانت هذه أول زيارة لك، لا تنسى كذلك تفعيل زر الجرس لتتحصل على جديد الإشعارات. أرجو من الله أن نلتقي في باقي المواعيد، إلى اللقاء.